والمسافة الرئيسية في هذا الموسم لهذا السن، سن الثنايا والحيلي والزمول. الشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار يستعد للانطلاقة بمشاركة 16 ثنية وبكرة حاضرة في هذا الشوط. غنايم لمحمد بن جار الله بن ضرمان شديدة. وهكذا مشاهدين الأعزاء انطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. غنايم تشارك في هذا الشوط الرئيسي لمحمد بن جار الله بن ضرمان شديدة، لنايف بن مبارك بن ثلاب الهاجري، نهب لحسن بن حبتر المريخي، السيلية لسعد بن راشد النابت المدينة، لمحسن بن جابر بن محسن الجربوعي، موفقة لعامر بن حسن الجفال النعيمي، الشلفة لمشعل بن حسن آل زيد الشريف، الريم لمحمد بن سعيد الخيارين، سهم علي بن فرج بن دلموك شواهين، راشد بن علي آل بريص المتحدة، فهد بن عبد الله البخيت مهابة، فهد بن محمد الخيارين، عرماس لمحمد بن صالح المشروم الجزيرة، حمد بن محمد بن جرحب خيرة، نايف بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، وحاملة الرقم آخر المسجلات في قائمة هذا الشوط هو لسيف بن هلال العليلي. هذه الأسماء بل هذه التشكيلة الحاضرة في شوطنا الرئيسي في صباح هذا اليوم. وتنطلق هذه السباقات بالتوجيهات السامية دائما وأبدا من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الأعزاء، نتجه إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المراكز الخمسة الأولى المصرح لها بالنداء والإذاعة في هذا الشوط الرئيسي الذي ينطلق عبر قناة الريان على الهواء مباشرة. عرماس على المركز الأول لمحمد بن صالح بن عبد الهادي المشروم على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني السيلية سعد بن راشد بن سعد النابت، ولكن دخول وتسلل من المدينة لمحسن بن جابر بن محسن الجربوعي، خطفت المركز الأول المدينة مباشرة وقلبت الموازين رأسا على عقب في هذا الشوط. المركز الثاني عرماس، المركز الثالث السيلية، بينما المركز الرابع اللي تتقدم وتتسلل سهم لعلي بن فرج بن دلموك يقدم سهم من تنطلق كالسهم. ننتقل إلى المركز الخامس ومن تصل وتتقدم الجزيرة لحمد بن محمد الجرحب المري على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحبل الكريم، لمراكزنا المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم. للمرة الأولى ننطلق من مسافة 8 كيلومترات، هذه المسافة المقررة والمسافة الجميلة الطويلة نوعا ما، ولكن هذه المسافة تحتاج إلى تضمير ممتاز، إلى حنكة في التسيير وفي التضمير وخبرة ما يحتاج المضمرون يتمتعون بهذه الخبرة، وذلك من خلال هذه السنوات التي عاصروا من خلال هذه الرياضة العربية الأصيلة. كانت في السابق هناك مسافة 10 كيلومترات، ولكن من المسافة التي اعتمدت رسميا في السنوات الأخيرة هي هذه المسافة 8 كيلومترات. نتمنى التوفيق للجميع. عودتنا إلى مقدمة الشوط، المدينة على المركز الأول. يا سلام، شعار هدادة اليوم حاضر، شعار هدادة. أين هدادة يا بن جبران؟ هذا هو شوطها دائما، من احتكرت هذا الشوط من السباقات المحلية الأولى. عموما اليوم يوم المدينة، نشوف المدينة على المركز الأول على صدارة الشوط لمحسن بن جابر بن محسن بن جبران على المركز الأول على صدارة الشوط. سهم يا سهم يا سهم على المركز الثاني، سهم تعود ملكية سهم
لعلي بن فرج بن دلموك يقدم لنا سهم على المركز الأول، بينما عرماس على المركز الثاني. عرماس يا سلام لمحمد بن صالح بن عبد الهادي المشروم على ثاني المراكز، بينما الجزيرة على المركز الثالث لحمد بن محمد الجرحب من يلقب بالداب. يا سلام الداب في الشوط الرئيسي اليوم حاضر، حاضر بو محمد في شوطنا الرئيسي، أقوى شواط الثنايا البكار، أقواها على الإطلاق في صباح هذا اليوم. المركز الخامس تتواجد فيه السيلية لسعد بن راشد النابت، ولكن دخول وتسلل من قبل موفقة لعامر بن حسن الجفار النعيمي خطفت موفقة المركز الخامس. الله يوفقها، الله يوفق موفقة ويوفق كل المشاركين في هذا الشوط الرئيسي. إذن يتميز هذا الشوط بمميزات استثنائية، وذلك في أولها هناك تسلط عليه الأضواء من خلال قناة الريان الفضائية وبرنامج الريس الذي يقدمه الزميل سعد بن متلع العتيبي وضيوفه المحللين الكرام. هناك استضافة وأيضا لقاء مع صاحب الشوط الرئيسي، إضافة إلى أنه أقوى أشواط الثنايا في هذا اليوم. شوط رئيسي، شوط حساس يا مضمرين، شوط حساس. عموما موفقة انتقلت إلى المركز الرابع، كانت في المركز الخامس تسللت إلى المركز الرابع في هذه اللحظات بشعار حسن بن حمد الجفال النعيمي. الله يا عامر بن حسن، عامر بن حسن الجفال النعيمي، بينما المركز الخامس ارهوة تصل، أول نداء لارهوة. سيف بن هلال، بن هلال العليلي يصل شعار العليلي على المركز الخامس. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المدينة، محسن بن جابر بن محسن الجربوعي يقدم المدينة خير تقديم، ونحن الآن متابعين الأعزاء تنتصف مسافة الشوط 8 كيلومترات، 4 كيلومترات الأولى تنقضي ويتبقى مثلها تماما، نفتح صفحة جديدة هذه 4 كيلومترات وما زالت المقدمة مع المدينة. محسن بن جابر بن محسن الجربوعي يتابع المدينة، بينما الجزيرة على المركز الثاني حمد بن محمد الجرحب يلا يداب على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الانطلاق من سهم علي بن فرج بن دلموك، بن دلموك قادم والعصا قوس. المركز الرابع رهوة، رهوة 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 تتسلل بل تتقدم إلى رابع المراكز لسيف بن هلال، بن هلال العليلي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس التقدم من قبل موفقة لعامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، و تستمر المنافسات المثيرة على أرضية ميدان التحدي والمهرجانات الكثيرة التي يشهدها هذا المهرجان، هذا الميدان منذ بداية هذا الموسم. إذن بعد أيام قليلة نحن على موعد مع مهرجان عزيز على قلوبنا جميعا، مهرجان السلامة الذي يقام بمناسبة شفاء سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني من الوعكة الصحية وعودته إلى أرض الوطن مشافا معافا ولله الحمد. إذن أنتم على موعد مع منافسات ومهرجان كبير سيقام في 28 من هذا الشهر ويستمر لمدة 3 أيام صباحية ومسائية. نتمنى التوفيق للجميع. عودتنا مع التغيير الذي طرأ على مقدمة الشوط، رهوة خطفت المركز الأول على الهواء مباشرة على الكادر الفوقاني. يلا يا سيف ركز، سيف بن هلال العليلي يقدم رهوة على المركز الأول. هذه رهوة تسيطر على زمام الأمور وتتحكم بالمركز الأول. المركز الثاني المدينة، محسن بن جابر بن محسن الجربوعي يقدم لنا المدينة على المركز الثاني والعصا قوس. هذا هو شعار هدادة من احتكرت هذا الشوط في 3 سباقات محلية ماضية. المركز الثالث تتقدم سهم
على المركز الثالث لعلي بن فرج بن دلموك من الشعارات القوية شعار بن دلموك والمرشحة أيضا لاختطاف ناموس هذا الشوط الرئيسي. الجزيرة على المركز الرابع وأعرفها جيدا في العام الماضي حائزة على مراكز متقدمة أولى وأيضا في رصيدها سيارات هذه الذلول يتابعها أحد أخطر المضمرين وأشرس شبابنا المضمرين حمد بن محمد الداب بينما المركز حمد بن محمد الجرحى بالداب بينما المركز الخامس المركز الخامس تتقدم فيه المركز الخامس والتقدم فيه في هذه اللحظات من قبل السيلية عادت مرة أخرى سعد بن راشد بن سعد النابت بينما الدخول من شعار النعيمي الله موفقه عامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي مع المركز الخامس في هذه الأثناء كيلو وين كيلو وين اقتربنا من الأمتار الحساسة وما زال الشوط في وضع التهدئة ما زال الشوط في وضع التهدئة حتى هذه اللحظات مهدين المضمرين ستشاهدون عاصفة الإقلاع بعد قليل عاصفة الانطلاق الرهوة اسم على مسمى اسم على مسمى الرهوة على المركز الأول على صدارة الشوط بن جبران يتربص بالمقدمة الداب واصل على المركز الثالث يا بوي يا مسافة 8 كيلومترات مسافة طويلة نوعا ما ولكن جميلة في نفس الوقت هنا المحك الحقيقي للسبق المحك الحقيقي للمضمرين للأصايل الله يا الثنايا الله يا الثنايا المركز الثالث موفقه عامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي بينما المركز الرابع ومن تتقدم في حتى هذه اللحظات الوصول والانطلاق من مهابه فهد بن محمد بن عبد الله الخيارين على المركز الخامس في هذه اللحظات وانتقلت الى الرابع وارى هناك قدوم خطير شواهين راشد بن علي بن مبارك ال بريس الكاموخه يصل الكاموخه وايضا ديروا بالكم منه ومن الشعارات القادمه العودة إلى الرهوة إلى المركز الأول كيلو ونصف عن خط النهاية وقل قليلا الله يا ثنايا الشوط الرئيسي لمن الشوط الرئيسي يا مضمرين الكيلو متر الأخير المدينة محسن بن جابر بن محسن الجربوعي ينطلق مع المدينة ينطلق مع الصدارة يا سلام والعصا قوس والانطلاق ذاتي وتلقائي رهوة على المركز الثاني رهوة تنطلق على المركز الثاني الجزيرة على المركز الثالث هنا مهابة تصل فهد بن محمد بن فهد الخيارين وانطلقت أيضا وتحركت موفقة عامر بن حسن الجفال النعيمي ومهابة على المركز الثالث المدينة بن جبران مع المركز الأول الجفال النعيمي مع المركز الثاني الخيارين مع المركز الثالث شعار هدادة اليوم حاضر مع المركز الأول مع الشوط الرئيسي الله يا سلام أو هدادة بالفعل في سن الحيل سنشاهدها في يوم الغد شكرا بالأسود من نبهنا عن هذا الموضوع عموما عودتنا إلى المدينة محسن بن جابر بن محسن الجربوعي الله يا المدينة اليوم المدينة وغد هدادة مع هذا الشعار شعار بن جبران يا سلام الشوط الرئيسي أقوى الثنايا المدينة خيرة الثنايا المدينة خلاصة الثنايا المدينة سلام يا بن جبران سلام يا المدينة سلام تهانينا والناموس لمحسن بن جابر بن محسن الجربوعي وتهانينا لسالم بن جابر بن جبران على هذا الفوز المستحق المركز الثاني موفقة لعامر بن حسن الجفال النعيمي المركز الثالث مهابة فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين المركز الرابع وسط فيه السيلية سعد بن راشد بن سعد النابت المركز الخامس وصلت الجزيرة لحمد بن محمد بن جرحب هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى شكرا محللنا العزيز والقدير سالم بالأسود من يتابع عن كثب كل ما يدور هنا على أرضية ميدان التحدي وصلنا تنبيه بأن هدادة هي في سن الحيل وهذا بالفعل ما نسيناه عموما تهانينا والناموس لمالك المدينة
محسن بن جابر بن محسن الجربوعي. هذا هو ملخص شوطنا الرئيسي. مخرجنا العزيز أحمد السادة وأيضا مخرجنا علي بوشارب يتابعون هذا الإخراج ويتابعون هذه الأشواط. وصلت المدينة قاطعة المسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة 8 ثواني 4 أجزاء من الثانية. إذن المدينة تستفتح وتفتتح مسافة 8 كيلومترات في هذا الموسم بانطلاقة موفقة، نتمنى لها التوفيق دائما وأبدا ولهذا الشعار. المركز الثاني وصلت موفقة 13 دقيقة 11 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا ونها مسلم مالك موفقة عامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي. المركز الثالث يصل شعار الخيارين مهابة 13 دقيقة ثانية 21 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك مهابة فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. تهانينا والناموس لجميع الفائزين أيها الأعزاء.